خطت الدراما السورية خطوة لا بأس بها خلال العام الماضي، حيث تنوعت الأعمال بين المسلسلات الشبابية والمسلسلات المرتبطة بالأزمة السورية، ومنها سنعود بعد قليل تحت سماء الوطن ولادة من الخاصرة وحائرات. كما كان هناك عرض مكثف لأعمال البيئة الشامية كمسلسل لعنة قسم والأميمي وغيرها، والتي جاءت في أغلبها مستنسخة لدرجة أن المشاهد في بعض الأحيان لم يعد قادرا على التمييز بين مسلسل وآخر نتيجة تشابه الملابس والديكور وتكرار الحركات مع اختلاف في الوجوه فقط. بالنسبة لما يسمى بالدراما الشبابية التي انتشرت بشكل ملحوظ على الشاشات السورية، ومن مسلسلاتها روزناما وفتة لعبت، فقد تركت عند الكثير من المشاهدين انطباعا غير محبب كونها هابطة ولا منفعة منها بحسب رأي البعض، في الوقت الذي اعتبرها آخرون منفذا يلجؤون إليه كنوع من الترفيه والمتعة. أعمال ذات قيمة كانت غائبة عن الساحة الفنية عادت للظهور خلال سنة 2013، إنما لم تلقى الصدى الذي حصدته في أجزائها السابقة والتي تركت من خلاله بصمة على الشاشات السورية والعربية. بعض الفنانين السوريين وحتى المخرجين فضلوا العمل خارج سوريا والمشاركة بأعمال سورية وغير سورية، ربما بحثا عن فرصة يعتبرها بعضهم قد ضاعت في الأزمة التي تشهدها البلاد. كذلك غابت شركات إنتاجية عن الواجهة مفضلة التريث والانتظار، فاسحة المجال من دون الانتباه ربما لشركات أخرى بأن تحقق اسما ونجاحا خلال العام الفائت. الأعمال الاجتماعية المعاصرة التي ابتعدت عن مجريات الأزمة والتي اتجه قسم منها نحو جرأة مفبركة على حد قول البعض، منتقدين دخولها مثلا عالم الخيانة الزوجية بطريقة فاضحة، الأمر الذي جعلها تبدو غير منطقية وبعيدة عن الواقع. في ظل هذه الضوضاء التي صبغت الدراما السورية خلال عام 2013 بطابع غير معتاد وغير موجه في بعض الأحيان، إلا أن هذه الدراما تمكنت بحسب المتابعين من أن تكسب الرهان في الحفاظ على حضورها ضمن الساحة العربية عامة والسورية خاصة، ليس فقط من خلال عرضها لأعمال صورت خارجا، وإنما في تحديها للظروف الصعبة داخل سوريا وإنتاج العديد من المسلسلات التي صورت في الداخل السوري والتي تجاوز عددها 20 عملاً. We'll be right back.